حتى حادثة عجيبة قديمة مع الحج السعدون الله يرحمه الشيوعي، هو ما قتل لين شيوعي، خلاف بين حج خير اللي هو ابن عمه تقريبا، مو ابن عمه من العشيره يعني، هو عمامه بيت ندى الحسين بيت عزاء يعني من امه، نعم هو قرايب امه اكثر، مو ما تدري افخاذ الشائع انه هو قتله لانه هو شيوعي، مو لانه شيوعي، راح اروي لك تفاصيل. حج سعدون كان نائب ضابط بالبدايه وراح لمكه وتزوج تمل الحزب ومن انقتل ترى عمر الحزب 3 سنين، بس الحزب سوى فتالة لينفد شيء بحيث مظفر النواب قصائد مصلحة نقل الركاب من التكريت. والدي يروي لي صديق يقول كنا نلعب ورق بالنادي، بس معنا هرجة طقة فطلعنا لقوه بعدها ما ميت، فقال إذا صدام، هناك كانوا يسموه صدام، إذا صدام بالولاية هو قاتلي. سوى هو صدام كسر العصر القلوب، هي أكو زقاق شوية أزقة كان كسر القلوب حتى تصير ظلمة وجا ملثم، فمن طلع من النادي انقتل. فالله يرحمه أحمد المطلق والد الدكتور منذر كان هو المختار، قبل إذا الشرطة في تلقي القائد يجي المختار، فصدام وين راح من ضربه؟ فسأله راجع للعوجة ومن أكل بغداد، راح البيت خالته ليلة الطلفاح اسمها. فأحمد المطلق طلع متعجب، قال له هذا إذا هسه جاي نايم نايم، يقول نوم عميق، أقعد يا صدام أقعد، يقول بالقوة الله قعدت، فقلت لك عنده قدرة يتكيف ويا أي شيء. فقوم يا بريد يسألوك أنت، نكر طبعا، فأخذوا حج خير الله وولد عمه ياسين العمر على يعني أساس دولة، لأنه فبرت المحكمة. بس هو ليش السبب أنت سألتني؟ مو لأنه شيوعي، نعم صدام يكره الشيوعيين، يكره حتى الورد الأحمر، مرة قال علمي إذا تخلي لي يعني مت بصلة حج خير الله ب58 تعين مدير معارف، وتعرف شنو مدير المعارف قبل، خالي دكتور جميل يعني مسؤول شيوعي كادر معاون خير الله، بس هو الفعلي، هو الفعلي يعني. فحج سعدون قايل يعني هو مشكوك بأمره خير الله، ما أدري شو ارتباطاته وين يسووه مدير معارف وحكومة وطنية، أعفوه الحج خير الله من منصب مهم، شال له فقال له تولى. ليش صارت الشكوك عليه أنه هو القاتل للحج سعدون؟ هو حج سعدون قال قبل ما يموت، هو ثاني يوم يلا مات يعني من المسلم، قال إذا صدام هنا لأن عرف أنه خير الله صار خلاف، فعرف راح يدزه وهو جسر من الطفولة. إذا صدام هنا شنو يعني؟ هو القاتلني، مو صدام وين؟ مو بغداد كان ويا خاله ويروح للعوجة ويجي تكري الجيال، فقال إذا هو موجود فهو قاتلي لأن ما عندي عدوان أحد. هاي قبل ما يلفظ أنفاسه، قبل لأنه يعني هو بعد ساعات يلا توفى. بعدين الرئيس ورا ما صار رئيس دز على أخوته فالح لواء بالجيش وولده على أمه نسمة يعني أم حجي سعدون، فقالهم يعني هاي نقلة من العائلة قالوا لي الثقة يعني، وأنا ما أحكي شيء إذا ما مت، قالوا شوفوا إذا تدورون ثار وبعدكم زعلانين ترى إذا صار شيء علي وذرة أصير يعني ما تلحقون علي. اثنين لو أنا هسه بهالوعي ما سويه، واعترف قال له مو صح حجي خالي قال لي، وهاي يعني اعترف بالرجال بي، هي المحكمة برته لأن الشهود صاروا وياه مو تدري. فقال لهم أنا لو بهالوعي ما سويه وأنا نادم على اللي صار، بس الآن لازم نتصالح. فتصالحوا وأكرمهم، واحد أصغر ولده قال هذا على حسابي يروح يدرس بموسكو، ورجع أخوه للجيش واهتم بالعائلة يعني، هم فعلا يعني أكثر قربة لأمه مو لأبوه يعني، بيت مجيد بالغفور فخذ وبيت خط يعني هي العشيرة 3 أفخاذ بس يلتقون يعني بجد أو من الأم، فمن الأم هو قرايب يعني البكر قرايب صدام من أمه،